السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مجنون آيفون. هذه أفضل برامج التعارف بالآيفون. نبدأ بأول برنامج اللي هو بي ماسنجر، وهو برنامج رائع وانصحكم فيه. بإمكانك التواصل مع الأصدقاء. طبعا البرنامج عندك موضح هنا اللي هو هذا بالأزرق اللي هو MA، عندك اللي هو بي ماسنجر. البي ماسنجر طبعا البي ماسنجر موضح فيه جهات الاتصال عندك هنا. طبعا موجود اربع خيارات تحت، موجودة اللي هي الاعدادات والجروبات ومحادثة وجهات الاتصال. طبعا نبدأ في الاعدادات. لمعرفة البي ماسنجر تبع اي جهاز ايفون تضغط على الاعدادات، يطلع عندك رمزك الشخصي اللي هو D3640A30. هذا اللي هو البي ماسنجر تبعي انا. طبعا بامكانكم تضيفوني اوكي لمعرفة البرامج الجديدة ومعرفة التسلية او جروبات، ما عندك ادنى مشكلة. بس فيه طبعا الاسم اللي هو النيك نيم تبعك. طبعا النيك نيم هذا بامكان جهات الاتصال المضيفينك ينظرونك او ينظرون اتصالك بالنيك نيم هذا. في عندك حالتك اللي هي متصل، بامكانك تكون متصل، مشغول، غير متواجد حاليا. طبعا في عندك الايقونه اللي تضع صورتك فيها اوكي. عندك جهات الاتصال، طبعا هذول انا مضيفهم عندي اوكي. في كثير من الشباب يسالني يقول كيف اضيف جهات اتصال اوكي، او اضيف اي شخص عندي معه البي ماسنجر. طبعا يضغط على الزائد اللي فوق هذه اوكي، يضغط على اول خيار اوكي، تطلع له اللائحه هذه. يضغط دي اللي طبعا تضع اي بي ماسنجر تبع اي شخص اوكي. نفترض مثلا اللي عندك دي 3640A30 اوكي. بعدين نضغط فوق موضح تم اوكي، تضيفه على طول تلقائي يجي عنده ان في اضافه من شخص ثاني. طبعا البرنامج رائع وبامكانك تضيف اي شخص موجود عندك اوكي، او مع جهاز ايفون او مع نفس البرنامج هذا اوكي. طبعا عندك المحادثات هذا الخيار الثاني، طبعا بامكانك تتكلم نفترض زي كذا، ها تجيك العلامه موضح فيها كل حاجه اوكي. عندك اللي هو جروبات، طبعا جروبات في كثير من الشباب يسالني يقول كيف اضع جروبات. نضغط على جهات الاتصال اولا، بعدين في مربع فوق تضغط عليه اوكي، يطلع لك جهات الاتصال الموجوده عندك اوكي. تضغط على اول، يعني نفترض بضيف الشخص هذا والشخص هذا والشخص هذا فقط، ضع علامه صح قدامهم اوكي. تضغط زائد ويضع عليك يقول هنا تضع اسم جروبك اوكي. طبعا احنا ما راح نضيفهم اوكي. جهاز رائع ومسلي وممتع، بامكانك تضيف اي شخص اوكي. والبرنامج الثاني اللي هو البرنامج هذا اللي هو هوز هير اوكي، برنامج رائع انصحكم فيه. بامكانك التعارف بامكانك التعارف على اشخاص من انحاء العالم. طبعا البرنامج يحدد لك المسافه بين جهاز وجهاز اخر اوكي. وطبعا البرنامج هذا مشهور في الوطن العربي وشرق اسيا اوكي. ندخل على البرنامج. طبعا البرنامج رائع ومسلي وممتع. عندك موضع عندنا هنا فوفو، طبعا يبعد عني 244 متر اوكي. اضغط على فوفو كذا، طبعا في ثلاث خيارات تحت عندك 244، عندك طالع من البرنامج لها، طبعا طالعه من البرنامج لها 50 دقيقه. طبعا العمر هنا 24 اوكي. نضغط عليه، طبعا اذا بغينا نتحدث وياه نضغط عليه اوكي. تجيك اربع خيارات في المربع اذا بغينا نتكلم معه. طبعا عندنا خيارين فوق، اذا كان شابك من الدي سي ال بامكانك كلمه صوت، واذا كان مو شابك من الدي سي ال اوكي بامكانك كتابه اوكي. طبعا البرنامج مسلي، يعني نضغط كذا نتكلم وياه اوكي، بعدين نضغط اللي هو سن اوكي يا صلاة اوكي. طبعا الشخص هذا طالع من البرنامج ال 50 دقيقه تقريبا. عندك سمو الاحساس، نشوف احد اونلاين اللي هو فتح البرنامج اوكي. طبعا هنا طبعا البرنامج فيه
اكثر من صفحه، اللي هو اذا حدد مواقع اكثر من صفحه عندك ثلاث خيارات فوق. هذول الخيار الاول اقرب، يعني اقرب الناس الي. اوكي نضغط على الخيار الثاني اللي هو الصفحه الثانيه عفوا، موضحين فيه الاشخاص 3 4 5. ما عندك مشكله، بس عندك ثلاث خيارات اللي فوق. نبغى طيب اشخاص يبعدون 10,000 كيلو تقريبا، نضغط على الخيار الوسطي هذا طلع لنا الناس البعيدين مني على 10,000 كيلو، 11,000 كيلو. الحين الجهاز يبحث مشان يطلع لنا. اوكي موضح هنا عندي اونلاين يبعد عني 4,362 كيلو متر. اوكي طبعا اونلاين، طبعا الشخص هذا موجود حاليا على البرنامج، عمره 26 رجال. طبعا اضغط عليه، اضغط على المربع اللي تحت بامكاني اتحدث وياه. اوكي هاي ورسالة للتعارف انا وياه. طبعا شابك من DSL، وش يوضح لي شابك من DSL؟ عندي كول. اوكي طبعا نطلع من البرنامج. اي شخص يتكلم ذا برنامج رائع ومسلي وممتع بنفس الوقت. طبعا الخيار الثاني هذا اللي تكلمت معاهم او سلفت معاهم. اوكي موضح فيه. اوكي عندك الخيار هذا اللي هو ثالث. اوكي ايش يعني البروفايل؟ ماي بروفايل، البروفايل تبعك، يعني تحط تنزل صور. اوكي التوبك تبعك او النيك نيم. اوكي العمر موضح فيه، برنامج رائع ومسلي انصحكم فيه. والبرنامج الثالث اللي هو سكايبي. سكايبي معروف دوليا طبعا وعالميا. طبعا البرنامج سكايبي موضح فيه وغني عن التعريف مثل ما قلت لكم، ومعروف دوليا. طبعا يجيك اسم المستخدم، الدخل اسم المستخدم وكلمة السر. اوكي تضغط عليه. اوكي قبل ما يفتح البرنامج سكايبي، هذا برنامج يعتبر تعارف ويعتبر مكالمات. اغلب يعني انا اكلم اصحابي في كندا واكلم اصحابي في استراليا واكلم اصحابي في امريكا، يعني كله عن طريق سكايبي. طبعا البرنامج رائع وانصح الشباب فيه لانه يجمع بينه ولا يصرف يعني، وموضح فيه. طبعا عندك هنا اللي هو بروفايل تبعي. اوكي وعندك هنا اللي هو اول خيار يوضح لك الاشخاص اللي عندك هنا، الاشخاص المتصلين تضغط عليه. طبعا عندي كذا شخص، وعبل ما يحمل يبي له وقت عبل ما يحمل الاشخاص ذا. طبعا في كثير من الشباب يقولون نبغى نضيف اشخاص. اوكي اقول اضغط على الخيار اللي فوق بالزائد. اوكي وبعدين تضغط على اول خيار. اوكي بعدين تفتح لك صفحة، يعني نفترض نكتب زيرو سكس سكس زيرو اللي هو مجنون، زيرو سكس سكس زيرو ام جي ان او او ان زيرو سكس سكس زيرو. اوكي موضح فيه كذا. ها نفترض نصلح بحث يضع عندي اللي هو مجنون اللي هو انا، موضح عندي هنا. اوكي طبعا برنامج رائع انصحكم فيه وانصح الشباب فيه، ويكون يعني بتكلم اصحابك من غير مبالغ مالية او من غير صراف يعني في الجوال او في الموبايل، يعني ما عندك ادنى مشكلة. نروح للبرنامج الثالث. طبعا البرنامج اللي هو باذينجو، البرنامج هذا اوكي ندخل عليه. طبعا برنامج رائع. البرنامج هذا برنامج جروبات، يجمع لك جروبات اللي معاهم جهاز ايفون او اي اجهزة، يعني يجمع لك جروبات. طبعا نفترض فيه اربع او خمس خيارات تحت اللي هي الرئيسية اوكي والرسائل وجهات الاتصال والغرف واضافي. طبعا في كثير من الشباب يحملون او البنات يحملون البرنامج هذا ويكون في صعوبة، يعني ما يعرفون كيف طريقة بالضبط. طبعا البرنامج سهل 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 للآخر. تفتح الغرف اوكي تضغط زائد هنا تطلع لك. اوكي بس قرب الكاميرا قرب الكاميرا. اوكي طبعا ضغطنا الزائد اوكي اللي فوق، عندك هنا مكتوب دخول الغرفة. نضغط اوكي على الخيار هذا الوسطي اللي هو الاسم. اوكي بعدين نكتب نفترض ان الروم اللي دايما اجلس فيه عندك دجت
احتجت دجت قسمان. اوكي بعدين اضغط دخول الغرفه. حلو، يقول جاري الانتظار او جاري دخول الغرفه اللي هو دخلت الغرفه. اوكي اضغط موافق، طلع لي دجت قسمان. طبعا كلهم اصحابي هذول، على كذا اجي هنا. اوكي ندخل لذا. اوكي نقعد نسولف وياهم، نكتب. اوكي اي حاجه بعدين نرسل. وطبعا في فوق خيارين، اوكي اللي هي ابتسامات، اوكي وعندك الخيار الثاني اللي هو ايش، صوتي او البوم او كاميرا. طيب انا بسجل اي حاجه، اضغط عليه على صوتي هذا ويسجل. لنفترض كذا جرى التسجيل الحين، يسجل اوكي كذا عشان نسمع التسجيل. موضح فيه موضح. اوكي الحين يسمعون كذا موجودين في الروم. اوكي يسمعوني. اوكي برنامج رائع وانصحكم فيه وانصح الشباب فيه. وعندك البرنامج الخامس اللي هو الماسنجر. ماسنجر هذا برنامج سهل 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 للآخر، طبعا معروف وغني عن التعريف، يعني من غير ما ندخله يعني واضح. عندك الاي بي تي تي، البرنامج محادثي شبيه بالشات الصوتي. اوكي موضح فيه طبعا، بس فيه مزايا وفيه عيوب. طبعا البرنامج يدخل الحين، طبعا ما يفعل البرنامج هذا الا عن طريق ايش، عن طريق النت. طبعا التسجيل يقول لك دخل ايميلك، دخل ايميلك يرسل لك رابط على ايش، يرسل لك رابط على الايميل، بعدين تفعل عن طريق الايميل. اوكي طبعا البرنامج تضغط عليه كذا، طبعا فيه كذا خيارات، في رومات تضغط شوف 14 15 16 يعني الى ال 20، يعني نروح ال 20 هنا. موضح فيه في 12 يوزر يعني. اوكي اذا بغيت تتكلم اضغط على الزر هذا اوكي ويتكلم. اوكي طبعا انا بدخل برايفت مع اي اشخاص، اضغط على الخانة اللي تحت هذه. اوكي في عندي هنا اشخاص ابحث عنهم، يعني نفترض الجاثوم هذا. اوكي اضغط عليه واتكلم انا وياه. الحين تكلم معي، هل الحين اسمعني الجاثوم هذا؟ وليش ضاغط عليه وتسمعني؟ اوكي اوكي برنامج رائع ومسلي. طيب بطلع اللي يسمى العادي. اوكي ابحث باشخاص هنا، يعني عندي اصحاب اتواعد انا يعني ب 14.0. اوكي ويجي عندي، طبعا ما في اي يوزر هنا، يجي عندي هنا واضغط عليه واتكلم. طبعا مشكله العيوب في البرنامج هذا اوكي انه يعطيك وقت محدد اذا بغيت تتكلم على العام، يعطيك وقت محدد. اوكي والبرنامج واضح وسلس، اتمنى انكم تشاركون فيه. وهذه افضل برامج الموجودة، طبعا في كذا برنامج ثاني. معاكم مجنون ايفون، انتظروني في وقت اخر.